في ساحات الاحتجاج بالعراق قصص تروى طغى العنف على أحداثها. إبراهيم حسين مسعف اختطف على يد جماعات مسلحة من ساحة التحرير ببغداد لدعمه الحراك ومعالجة المصابين من المتظاهرين، ليتفاجأ أهله بتلقيهم صوره وهو معصوب العينين وتظهر عليه آثار التعذيب. حادثة تنضم إلى سلسلة الحوادث التي كشف عنها تقرير أخير لصحيفة الغارديان البريطانية تحت عنوان ظننت أنني مت. تناول التقرير قصصا للمحتجين وتعرضهم للعنف والخطف والترهيب وحتى الاغتصاب. الصحيفة أشارت في تقريرها إلى دس الأجهزة الأمنية عناصرها بين متظاهرين للتجسس عليهم. أما الأرقام فتحدثت عن مقتل 545 شخصاً وإصابة 24,000 خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات منذ مطلع أكتوبر الماضي وفق مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فضلاً عن اعتقال أكثر من 2800 شخص قسم منهم لا يزال قيد الاحتجاز. كل هذا زاد من غضب المحتجين ومطالباتهم بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين، وهو ما تعهدت به الحكومة مراراً دون جدوى. ملوك الشيخ، العربية.